مرحبا يا هشام. اهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. انا في الحقيقه اشعر بسرور وانا اخاطبك، لانني اشعر ان الدنيا ما زالت بخير. هنالك مقوله تقول ان الكتاب الذي لا يمكن ان يقرا مرتين لا يمكن ان يقرا مره واحده. خبرينا عن كتاب قراته اكثر من مره، ولماذا قراته اكثر من مره؟ شام، الاموره لديك دقيقه واحده، تفضلي. كتاب تقراه ثلاث مرات انفع من ثلاثه كتب تقرا كل منها مره واحده. والكتاب هو السيرة النبوية، لأن فيها عبر وأخلاق من قيم إسلامنا المتكامل، ففيها حديث نبوي وفيها أشياء تعرفنا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه العزيز من بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. أحسنت يا شام.